سلام قناة فيسبوك تيح فيها التفاعل، كيفاش نحل هذا المشكل خويا؟ اختي قناة في الفيسبوك يقدر يطيح لك التفاعل لعدة اسباب، انه الا كانوا كيجيوك دي كوبي رايت، كانوا كيجيوك انذارات من فيسبوك بالكوبي رايت، الا كنتي ما كتبارطاجيش بزاف. خصنا نتفقوا على واحد القضيه، ان فيسبوك يوتيوب كلهم تيبغيو يردوا لي زانفلونسور عبيد. اشنو هي بطريقه غير مباشره؟ وهذا الشيء اللي لاحظته انا مع يعني تجربتي الشخصيه، انه مثلا الا كنتي خاص كل نهار تبارطاجي، كل نهار دير فيديو، كل نهار تخط، ديما خاصك تكون بريزون في لي ريزو سوسيو بلي فيديو ديالك. ملي ما تبقاش عندك واحد لاكتيفيتي في هذوك لي ريزو سوسيو، التفاعل تيهبط، تيعاقبوك بطريقه غير مباشره، تينزلوا لك الريتش. يعني انت مطلب كل نهار خاصك تفكر كل نهار، اش كيوقع للانفلونسر ملي يكون كل نهار خاصك تعطل تلقى موضوع وتهضر فيه وكل نهار وكل نهار؟ غادي تطيح في واحد الدوامه ديال الاحباط، غادي تولي عندك مشاكل نفسيه، لان خاصك كل نهار تجيب فكره، خاصك كل نهار يكون هذيك الفكره مزيانه، كل نهار خاص يكون تفاعل، كل نهار تحطك في واحد الدوامه، فانت تتولي بحال العبد، خاصك كل نهار تحط لهم فيديو، كل نهار تتغبر غير واحد شهر ولا شهرين انت تحت التفاعل، تغبر غير شهر يطيح لك التفاعل. فهذا واحد الخطر كبير ديال 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 شبكات التواصل الاجتماعي، وكيفاش انها كتستعبد المؤثرين. وهذا هاد الطبله هذا ادقه من دابا، وسير ثاني واحد عام ولا عامين تبدا تسمع ثاني فيسبوك تقوم وجوجل، يعني كنقولها لكم دابا، يوتيوب وفيسبوك تتستعبد لي زانفلونسور. هاد الشيء ما تيقولوش لي زانفلونسور ولا ما حاسينوش، تتستعبدهم، كتخليك انه كل نهار خاصك تحط فيديو، كل نهار خاصك تلقى فكره، كل نهار خاصك تعطي الجديد، كل نهار تبقى خاصك خاصك خاصك، نهار تتوقف شهر غير باش ترتاح بق تيطيح لك التفاعل. وملي كتعاود تحط فيديو جديد تلقى التفاعل، الناس كتفقس تتولي خاصك تقلب وهذا، وخاصك ثاني تضرب معاهم واحد 3 شهور باش يعاود يطلع التفاعل، كتمرض نفسيا. عندك جوج الحوايج، كنتي كونسيون غتمشي للطبيب النفساني، ما كنتيش كونسيون راه غتمشي تنتحر ولا دير في راسك شي حاجه ولا غادي تحمق. ثامن، واش نقدر نتعلم هادشي ديال الاي بي تي في غير في الانترنت ولا خصني نشوف شي دوره بالفلوس؟ لا، كاينش دوره بالفلوس، شنو دوره بتاخذ فيه الفلوس؟ اش غادي خصك في هاد الاي بي تي في؟ خصك سوبلاير، خصك تعلم الادورد، خصك سيت و كوميرس، صافي. اش بغيتي تتعلم في هاد الدوره؟ شنو يعطيك في هاد الدوره؟ الدراري ما تطيحوش في الشبكه ديال الدورات. انا تنقول لكم الاي بي تي في راه غير بديت تندوي عليه. لاحظوا، سير اخويا سير اليوتيوب وسير بالزمني زمني داكشي، غتشوف امين اي واحد تيدوي وكيقول لكم بغيت ندير دوره تيقولها من بعد، راه غير ما بدا تيقول لكم لي بي تي في. دوك صحاب الاسترزاق من الدورات خصهم عافين يضربوا الصرف، صعاد بان لي هذا رد البال، ردوا البال. اي بي تي في ما يحتاجش دوره، انا تنقولها لكم، اي بي تي في ما يحتاجش دوره، ما محتاجهاش. قلب على سوبلاير، صاوب سيت ويب غتحط فيه البرودوي، غدير ليه الاشهار بالادورد، ذات سيت، هذا هو اللي كاين في لي بي تي في.